أنا دكتورة نعمات حجازي، استشاري علاج الأورام، مدرس علاج الأورام بجامعة اسكندرية. من الأسئلة الكتير قوي اللي بتجينا، هل في تطعيم ضد الكانسر ولا لا؟ فعلا في نوع من أنواع التطعيم جديد ضد الكانسر، بس كانسر معين، وهو الكانسر بتاع عنق الرحم. عبارة عن إيه التطعيم وبتتاخد إزاي؟ مفروض أي فيميل سنها من أول 18 سنة ممكن تاخد التطعيم دوت. التطعيم ده ميزته إن هو ضد ميكروب معين اسمها الهيومن بابيلوما فيروس. الميكروب ده ممكن يسبب سرطان عنق الرحم. عبارة عن إيه سرطان عنق الرحم؟ سرطان عنق الرحم ده أنواع من السرطانات ممكن تصيب السيدات، بيتكون من سن من أول 30 سنة لغاية سن 50 أو 60 سنة. بيجي أساساً أعراضه الأساسية إنه بيجي ممكن الدورة مش منتظمة أو نزيف بعد انقطاع الطمس، أو إنه هو بيجي بأعراض زي وجع في الظهر، عدم انتظام في الدورة. العيانين بكتشفوا إزاي؟ عن طريق إن أنت بتروح العيانة أساسي على دكتور أمراض النساء، ممكن تعمل سونار أو تعمل إشعة رنين بيبان الورم في عنق الرحم. فبالتالي إننا لو أخذت التطعيم دوت ممكن السرطان فعلا ممكن السرطان بتقل نسبته كتير. وهو حتى سرطان عنق الرحم في الدور المتقدمه اللي مدخله التطعيم بالسكيدول بتاع التطعيم فعلا ابتدى نسبته تزيد، فابتدى نسبه سرطان عنق الرحم في الدول المتقدمه بيقل، ونسبه سرطان عنق الرحم في الدول مش بقول لك هتقطعها وبالتالي نسبة سرطان عنق الرحم في الدول المتقدمة بتقل، ونسبة سرطان عنق الرحم في الدول النامية اللي ما طبقتش موضوع التطعيم بتزيد. علاج سرطان عنق الرحم بيتكون إما من جراحة لو كان اكتشف في مرحلة بدري، لكن لو اكتشف في مرحلة متأخرة بيكون وصل مثلا للغدد الليمفاوية، أو يكون وصل عمل إن الكلى ما بقتش شغالة، فهذه الحالة بيكون علاجه أساسا كيماوي مع علاج إشعاعي.